منذ أمد بعيد يعاني هؤلاء من أزمات متلاحقة في مياه صالحة للشرب، خاصة في الأرياف البعيدة بولاية النيل الأبيض. الأطفال والشباب والنساء يقطعون عشرات الكيلومترات على ظهور الدواب في رحلة بحث يومية على مياه نقية للشرب. تمر الأيام والشهور والأعوام، تتفاقم الأزمة. ينتظر الناس هنا بشريات حكومية تحمل معها حلولا دائمة لمشاكل المياه التي لطالما أرقتهم سنين عددا. والله نحن تعبنا تعب شديد جدا جدا من الماء، والله لدرجة نشيل الموية في الحمير والشفع في رسين، لكن الحمد لله هسه الحياة تيسرت أحسن، بقت الموية في التناكر ونمشي نردم مهاني. كان المواطن يمشي مسافة أقل حاجة حكاية 20 أو 22 كيلو دي للمياه. حتى الأرياف المتاخمة لمدن الولاية تشكو هي الأخرى من نقص حاد في مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف أو ربما على مدار العام، في وقت ثمن فيه آخرون التحركات الأخيرة التي بدأتها السلطات المختصة والهادفة لمد خطوط المياه إلى هذه المناطق. عانت من المياه، وكانت تشرب المياه عن طريق الأمطار وعن طريق السهاريج وعن طريق الدواب، لكن بفضل الله وسبحانه وتعالى وفضل الحكومة الآن القائم على ولاية النيل الأبيض، فتم التبرع بالمياه. كان يوجد حفير في السابق ويأتون بالمياه من كوستي بالتناكر، لكن الآن اليوم بفضل الله والحمد لله والشكر للإخوة في القائمين على ولاية النيل الأبيض، وعلى رأسهم أخونا السيد الوالي وأخونا السيد وزير البنية التحتية أخونا حسن كسكوس، بفضل الله أتوا إلينا بهذه المواسير وهذه المياه. جهود أخرى تبذلها هيئة المياه بالنيل الأبيض، والتي تشمل تنفيذ مشروع حصاد المياه عبر إنشاء أكثر من 20 سدا بكل محليات الولاية، ما قد يمثل حلا جذريا لندرة المياه بالمدن القريبة والأرياف البعيدة. عندنا برنامج طموح لزيرو عطش، اللي هو توافق مع برنامج السدود المركزي، وإن شاء الله يمكن بعد جلسة جلستين والأخ الوالي والأخ الوزير والأخ الوزير المركزي نقدر نصل لرؤية واحدة تنفذ في الأعوام السابقة إن شاء الله بالنسبة لبرنامج زيرو عطش المقترح. فيما تمضي حكومة الولاية نحو تطبيق خطة فاعلة بشراكة اتحادية لتوفير المياه إنفاذا لالتزامات قطعتها في الفترة الماضية. حقيقة ما يربط وزارة البنى التحتية في ولاية النيل الأبيض والوزارة الاتحادية شراكة ذكية جدا من أجل توفير المياه ومن أجل وضع اللبنات الأولى لتنفيذ برنامج زيرو عطش في هذه الولاية. ومع ندرة في المياه وجهود حكومية مبذولة لتوفيرها، فإن الفترة المقبلة ربما تضع حدا لأزمة المياه. مياه بات الحصول عليها حتى وقت قريب ضرب من المستحيل. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، تندلتي.